الشاعر محمود درويش ليه مقولة جميلة جدا عن الصدفة، بيقول أجمل حاجة في الصدفة إنها خالية من الانتظار. أنت ما بتبقاش قاعد مستني أو مرتب أمورك وعامل شوية حاجات كده وفي انتظار حاجة معينة تحصل لك، لا، ده جمال الصدفة، إنك ممكن تجيلك صدفة تغير حياتك تماما. كلنا عايشين على هذا الأمل يعني، ففي صدف كتير قوي بتحصل لنا في حياتنا ممكن تكون تغير حياتنا، تنقلنا نقلة تانية، ممكن تكون وش السعد علينا، زي مثلا صدفة إنك تقابل شريك حياتك مثلا. وأعتقد دي أجمل صدفة ممكن تحصل لأي راجل في الدنيا، إنه صح ده بالنسبة للمتجوزين طبعا، لازم تبقى دي أجمل صدفة حصلت له في حياته يعني. طبعا يعني حتى لو مش هي لازم تكون هي، فدي طبعا من الصدف اللي ممكن حتى لو تحصل مش هي. يعني ده بالنسبه للناس يعني بالنسبه لبعض الناس يعني. أيوة. فطبعا الصدف زي ما اقول لحضراتكم كده ممكن تغير حياتك. سؤالنا بيقول ايه الصدفه اللي حصلت لك وكانت وش السعد عليك؟ نشوف منا بقى حصلت لها صدف ولا ايه حكايتها مع الصدف. حياتك كلها صدف تقريبا يعني. اي طبعا انا حاسس كده. لا والله مش عارفه. بص الصدفه لو في صدفه يعني انا في مخي ما كنتش متخيل ان انا ممكن ابقى اتجوز واخلف، كل الكلام ده حصل صدفه يعني بشكل او باخر. ما كانش عندي بلان خالص، ان يعني مش سكتي كانت ولا يعني ما كانش معمول حسابه ده. ما كانش في مخي. بس لا والله انا مش من الناس اللي الصدف فرقت في حياتها، لا. انا اي حاجه عملتها او اي حاجه بشتغل عليها انا تعبت عليها قوي عشان اوصل لها. يعني انا من الناس اللي بتشتغل على الحاجه وما جاليش حاجه بالصدفه، يعني ما جاليش شغل بالصدفه، ما جاليش تفوق في مدرسه او في كليه بالصدفه، لا ما يعني ما حصلش ده. ما جاليش، انا كنت بلعب رياضه وكنت باخد بطولات في الكاراتيه، فبرضه ما حصليش حاجه خالص بالصدفه، لا. كل حاجه بس كنت انت عارفه لو حصلت لك واشتغلت لو حصلت لك صدفه انت مش هصدق. لا بجد والله ما شفتش. هتفرحي جامد. ليه؟ لان ما فيهاش انتظار، مش مخططه لها، مش قاعده مرتبه، مش ماشيه في خطوات معينه زي ما انت بتقولي ومستنيه النتيجه فمتوقعاها، لا. دي حصلت لك مره واحده كده بلا مقدمات بلا سبب حصل. يعني هديكي مثال في حاجه بسيطه جدا، مثلا صديق عمرك مثلا بقالك سنين ما شفتيهاش او ما تقابلتوش من زمان قوي وجت في بالك وفجاه لقيتيها واقفه قدامك او بتكلمي في التليفون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا دي مش صدفه دي. هخاف والله، يعني مش ههتم انها صدفه، هتخض والله. لا طبعا استر يا رب احمينا يا رب. لا مش هفكر فيها كده خالص. انت بقى قول لي ايه الصدفه غير ان احسن صدفه حصلت لك لما قابلت زوجتك والجوزه، عشان احنا خلاص الانترو اتقال. طبعا طبعا لا طبعا في صدف كتيره حصلت لي في حياتي، يمكن ابرزها مساله الشغل. انا يمكن بدات اول ما اتخرجت من 2006 قديم انا شويه، وبدات اتدرب في اذاعه صوت العرب هنا في مبنى اذاعه التلفزيون. قعدت فتره كبيره بتدرب، ويمكن خد الموضوع ما كانش فيه فرصه في التوقيت ده، فالموضوع طال شويه، فيمكن ايه خدت كام سنه 3 4 5 سنين كمان، لحد ما بالصدفة قابلت حد بيقول لي أنا بشوفك بتيجي المبنى كتير أنت ما اشتغلتش؟ فقلت له لا لسه لحد دلوقتي ما اشتغلتش. قال لي طب تعالى عايزينك. رحت تاني يوم عملت تيست كاميرا واشتغلت تاني يوم على طول. فأنا ما كنتش أعرف الراجل ده. تاني يوم على طول؟ تاني يوم على طول رحت عملت تيست كاميرا، فقال لي تمام زي الفل. أنت معانا؟ حاجات دي ما بيحصليش ليه؟ فين؟ بس أعتقد إن دي برضو هل ممكن نحسبها إن هي متخطط لها ولا دي صدفة؟ دي رزق. ده رزق. الصدفة الحلوة رزق برضو. ده دعاء أهلك راضين عنك الحمد يعني لله. أعتقد دي أكتر من أنها صدفة، يعني توفيق من ربنا ممكن. كل على كل ده سؤالنا اللي موجود على صفحاتنا على السوشيال ميديا، إيه الصدفة اللي حصلت في حياتك وكانت وش السعد عليك؟ في انتظار إجابات حضراتكم عشان نستعرضها خلال حلقتنا. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.